كيف كان السلف مع القرآن؟ سلف الصالح يعني باب قلمة هينا باري أصحابي بخنباري ما القرآن بو حياتهم شابية. هل ترك السلف الصالح حفظ القرآن؟ سلف الصالح قرآن هيشتبون أزبرية قرآن قهيشتن. هل حفظوا القرآن دون تدبر ولا عمل؟ وانا قرآن بعمل بفهم أزبر ذكر لا هذا ولا هذا نعوى أو تشتنا حتك جينا ذكرن. كان لديهم حفظ يومي للقرآن بونا هرو قرآن هبيا خاندنا قرآني أزبرية قرآني هبيا ونظر في معاني هذه الآيات يوميا هروج هم أزبر كرنا هم أواجي فعموي خرهانينا وعمل عمل ويجي كرنا فماذا نصنع؟ أم تبكن؟ نحفظ حفظ يومي أم قري قروه وقتك ما هذا أم تدى قرآن أزبر كرنا ننظر في تفسير مختصر لهذه الآيات تفسيري وان آياتاجي برنم بعد ما أزبر كر أم بيرا قري تفسيري وانج برنم لا نطالع المطولات في التفسير قالك يدريج ناكن تفسيري دا كرت معنا ويقف عن بكم باسا ونستعين بالله سبحانه وتعالى على العمل يا رب العالمين رأي استعانة غبين وعمل أخرى دوامكن.